إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن علاج الكحة عند الأطفال منزليا. طبعا راح نطلعكم على بعض النصائح المهمة في هذا الموضوع، بعض النصائح والطرق المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج الكحة عند الأطفال وتساعد الطفل على الشعور بصورة أفضل. تشمل ما يلي: إذا كان طفلك يعاني من الربو، تأكدي من وجود خطة العناية بالربو من الطبيب المتخصص. أيضا تساعدك هذه الخطة في معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام أدوية علاج الربو لطفلك، وكيفية الوقاية من نوبات الربو وعلاج الكحة عند الأطفال الناتجة عن مرض الربو. وأيضا بالنسبة للكحة المدوية الناتجة من مرض الخانوق، أيضا ننصحك أنك تقومي بفتح الماء الساخن في الحمام ومع السباحة بعناية منتظمة تحت الماء الدافئ البسيط جدا معاك، يعني في نفس المكان. وننصحك عدم ترك الطفل في المغطس لوحده. أيضا أقلق الباب حتى يصبح الجو الحمام مشبعا بالبخار بعد إخبار الطبيب، لأن كل حالة تختلف على حسب المرض. أيضا ثم اجلسي مع طفلك في الحمام لمدة تقريبا 20 دقيقة مع هذا البخار. إن هذه الطريقة تساعد طفلك على التنفس بصورة أسهل، وأيضا في تخفيف علاج الكحة عند الأطفال الناتجة من مرض الخانوق. أيضا أجهزة ترطيب الجو في غرفة الطفل قد تساعد على النوم بصورة أفضل. أيضا في بعض الأحيان قد تساعد مساعدة تعريض الطفل للهواء الخارجي على علاج الكحة عند الطفل نفسه. أيضا لبسي طفلك ملابس جيدة ثم أخرجي معه للخارج لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة. أيضا المشروبات المنعشة قد تساعد في تلطيف الحلق وعلاج الكحة عند الأطفال، وأيضا في تزويد جسم الطفل بالسوائل المهمة، لكن يجب تجنب الصودا وعصير البرتقال لأنها قد تزيد من تهيج الحلق المتهيج أساسا نتيجة الكحة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.